مرحبا بكم متابعي قناتنا في هذا الفيديو الجديد الذي خصناه للحديث عن تردد قناة جديدة ظهرت مؤخرا على النايل سات. هذه القناة هي قناة MBN. دائما قبل التردد أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم أحدث الترددات. نلتقي بعد هذا الفاصل القصير. إذن القناة التي أحدثكم عنها اليوم هي قناة MBN، وهي قناة جزائرية جديدة تظهر في الريسيفر باسم قناة MBN الحرة HD. طريقة الإضافة كما قلنا في فيديوهات سابقة من قائمة الترددات أو قائمة TP، نختار إضافة تردد بالضغط على الزر الأخضر في الريموت كنترول أو بحسب الريسيفر الذي معك، تختار لون إضافة التردد. سأضيف التردد بالضغط على الزر الأخضر. هذه هي شاشة إضافة التردد. بسرعة سأضيف التردد، هو 11823، والترميز 27500، والاستقطاب عمودي أي vertical. ثم نقوم بالحفظ ونبحث في هذا التردد. التردد كما تلاحظون موجود عندي هنا. نضغط مرة أخرى على التردد أو نضغط على زر البحث أزرق أو أي لون موجود عندك لتظهر شاشة البحث. هنا نضغط على موافق ليبدأ الريسيفر في البحث على القناة، وستظهر كما قلت لكم باسم MBN الحرة HD. شكرا لكم على المتابعة، وإلى لقاء آخر مع تردد جديد.